كشفت صحيفة يدي عود أحرنوت أن إسرائيل تستعد لهجوم مشترك بين إيران وحلفائها رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر. كما أعلنت إسرائيل استعداد الجيش ومراكز الإطفاء والطوارئ على مدار الساعة في إطار الجهوزية للتعامل مع هجوم إيران وحزب الله، وفي هذا الإطار حظر خروج المقاتلين من سكناتهم مع تأهب للجنود النظاميين غير الحيويين من منازلهم. وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الشمال، سجل حواراً منتظم مع رؤساء السلطات والمنسقين الأمنيين العسكريين النظاميين في كل التطور. وفي سلاح الجو الإسرائيلي تقوم المقاتلات بدوريات، وتم نشر بطاريات الدفاع الجوي بالفعل، كما رفعت قوات الأمن حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.